واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تقول السائلة: زوجها ملتزم، وإذا ارتكبت الزوجة خطأ خطأ بسيطا سبها وسب أهلها ودعا عليها وعلى أطفالها، المعاملة الزوجة في ضوء الكتاب والسنة كيف تكون فضيلة الشيخ؟ يجب أن نعلم أن الالتزام هو التزام الإنسان بشريعة الله في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق، وكثير من الناس يفهمون أن الالتزام هو التزام الإنسان بطاعة الله أي بمعاملته لربه عز وجل، وهذا نقص في الفهم. فلو وجدنا رجلا ملتزما في معاملة الله، محافظا على الصلوات، كثير الصدقات، يصوم، يحج، لكنه يسيء العشرة مع أهله، فإن هذا ناقص الالتزام بلا شك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالزوج الذي ذكرته هذه المرأة ليس ملتزما تمام الالتزام، لأن كونه يسبها ويسب أهلها أباها وأمها لأدنى سبب لا يدل على الالتزام في هذه المعاملة الخاصة. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه: وعاشروهن بالمعروف. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، وقال في خطبة حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر اجتماع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فوصيتي لهذا الأخ أن يتقي الله في أهله، في زوجته، في أولاده، لأنه مسؤول عنهم. نعم.